هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب مرحبا بكم مجددا في هذا اللايف. لاحظنا انه تبون الممشى لتندوف اولا ما باتش كما المره اللي فات، وكان مرفوق بوزير بقائد اركان الجيش، المفروض يكون مرفوق بوزير الداخليه لما يقوم بالزياره الى احدى ولايات الوطن، ولكن اكثر من هكذا يعني حتى في البروتوكول يشوفوا اللي استقبلوه العسكر اللي موجودين في المنطقة في الولاية قبل ما يصافح السياسيين والوزراء بعض الوزراء اللي كانوا رافقوه. هذا يدل على أنه هناك خضوع تام للعسكر وأن هناك خوف من تبون من العسكر، والعسكر في بعضهم هم متفاهمين وتبون. هناك على كل حال أنا لا أؤمن بهذا الطرح، هذا بعد أطرح، ولكن الكثير من يتحدث عن محاولة التخلص من تبون بالطريقة اللي عرفها محمد بوضياف الله يرحمه. طبعا مع عصابة كما هذه تعرية ما ولما يقلقهم، راجل تاريخي وقتلوه قدام الناس اون ديريكت في لا تيليفزيون، كيفاش ما يقتلش واحد عريان وكيما تبون؟ ولكن انا شخصيا استبعد هذه الاطروحه هذه وهذا يعني هذا تخمين شويه صعيب تصديقه، ولكن الشيء اللي هو معروف انه تبون حتى في الصحراء رمله ما كان والو ولن خاف يمشي بالسياره كما ورينا البارح، نقل على متن طائره مروحيه من مطار تندوف الى النقطه الحدوديه. النقطه الثانيه اللي لاحظوها هي التعزيزات الامنيه المشدده اللي داروها التبون. شوفوا على هذا في هذا الصور هذه، شوفوا طائرات عمودية، سيارات، دا شوف جيب دا تحط طائرات عمودية واحد ثلاثة ولا أربعة وسيارات من تحت بدا، وعلاش؟ هذه صحراء رملة كل شيء بان فيها، واللي حاب كش ما يدير التبون خارج العسكر واحد ما راح يدنا من السيفيل ولا من الارهاب لاي واحد. واحد دابور تندوف منطقه محرمه على الجزائريين، باش نسكن على بها، تندوف منطقه محرمه على الجزائريين، جزائري يحب يمشي لتندوف ما يقدرش، ممنوع، قول واش رايح يدير. دونك تايا في هذه المنطقة كيما هذه شحاري واش تخاف فيها؟ شوف يعني السيارات التويوتا اللي جايبينها لي كات كات، شوف شوف بزاف بزاف هذايا، يعني يحكيو جماعة يقول لك ان التعزيزات الأمنية اللي كاينة اللي كانت في تندوف مرة ما شافوها. خويا احنا عرفنا رياس كانوا يدخلوا في نص الشعب، انا نشفى بن بلة كان يحبط للمارشي في باب الواد، وانا كنت صغير كنت مرافق يما نقضيو على بالك اللي كانت في الجزائر، كانوا ينساوهم اللي يقضي في المارشي الصباح، كل صباح العشرة تاع الصباح تاع ونص سيبين سنسا كاملة دايرين الحايك ديالهم وراح المارشي، كل وحدة عندها وليدها ولا بنتها تعاونها باش يضرب معها القفا من بعد.
احنا واقفين تنشتا تطيح نشفى بالله. شوفوا الظفر في المعشي جات خل ما كان لا قارت كور لا والو. كان بوندين نفس الشيء في نص طلبات داخل قضاء يجي يروح القرى الفلاحية يدخل الديار يقعد يضرب الكسرة والبن يشوف الاخر ديجون تعسيب تصوري خمف في الطريق في بن عكنون يحبس يروح يحكي معاهم ما كان لا بروتوكول لا والو لا خوف لا. وهذا يا واحد ما هو سمع به واحد ما هو سمع به السيد دير تعزيزات امنيه مشداتها وداير 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 فمناش هاد اذا راهو خايف من الشعب يروح يروح على روحه احسن له انه يروح. وصح وعلى كل حال هم عسكر مجرمين يبعث كاع مجرمين واولادهم ثاني مجرمين. ودرك نتكلموا على الاجرام اللي قايم به ولد شنقريحه. لكن قبل نشوفوا الصراع اللي راهو قايم ما بين شنقريحه وقائد الحرس الجمهوري. شوفوا هذا بعد شنقريحه.